مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد من المحترف. النهارده حلقتنا إن شاء الله أكيد هنتكلم على الكرة العالمية وخاصة دوري الأمم الأوروبية المشتعل، نتائج يعني مفاجآت كبيرة جدًا جدًا على مستوى النتائج، على مستوى المنتخبات. كمان هنتكلم مع حضراتكم على الميركاتو، طبعًا الترانسفير ويندو في أوروبا. طبعًا مشتعل للغاية، انتقال اللاعبين المبالغ الكبيره اللي بتدفع آمال وطموحات كل الأنديه على مستوى أوروبا خاصة التوب ليفل لو بنتكلم على المان سيتي بنتكلم على ليفربول في انجلترا كمان على مستوى الدوريات الأخرى بي ات جي ونتكلم على ريال مدريد انتقالات اللعيبه طبعا مشتعله جدا وكل فريق وكل نادي بيحاول يدعم صفوفه بأكبر قدر من الاحترافيه هنتكلم بالتفصيل كمان عن هذه الجزئية وهي جزئية مهمة جدا جدا لكن خلينا نتكلم على نادينا نتكلم على نادينا الأول النادي الأهلي بنقول ألف مبروك اللي طبعا الكابتن سامي قمصان وكل الفريق اللي عملوا مباراة رائعة أمام طبعا إستر كومباني والفوز أربعة واحد يعني دايما بنقول أن مهما حصل يعني دايما بنتكلم النادي الأهلي في المواقف بنقول ما بين قوسين المواقف الصعبة بيمر بيها باحترافيه كبيره جدا جدا بنشوف اداء اكتر من رائع من اللاعبين بنشوف روح مختلفه مش هقول بسبب موسيماني اللي كل طبعا جماهير النادي الاهلي بتحترم موسيماني بشكل كبير جدا الاداره ادارت هذا الملف باحترافيه كبيره جدا جدا والثقه في الكابتن سامي قمصان والجهاز اذا كان محمد شرف كمان انضم لهذا الجهاز طبعا بيقدمه وراء طريق باسم النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه بيفوز برباعية بربعيه مقابل هدف في مباراه على المستوى الفني جيده جدا على مستوى الاداء ايضا جيده فيها مكاسب كثيره جدا مكاسب على مستوى الثقه كمان ده مهم جدا على مستوى رجوع بعض اللعيبه زي بدر بنون كمان وليد سلمان بيحرز هدف بنتكلم على تالق طبعا مصطفى شوبير اللي كل يوم بيثبت انه فعلا حارس مرمى واعد جدا جدا وان حراسه المرمى في النادي الاهلي بخير مصطفى شوبير بيقدم اداء اكتر من رائع بنشوف كمان دخول صلاح محسن بنتكلم على وليد سلمان زي ما حضراتكم شايفين مع انه اخر موسم ليه لكن كمان وليد سليمان من اساطير النادي الاهلي من اللعيبه اللي فعلا عندها اخلاص وحب كبير جدا جدا للنادي الاهلي محمد محمود موجود بنتكلم على عناصر كمان دخلت بنتكلم على عناصر جديده مش هقول جديده على النادي الاهلي ولكن عوده الثقه عوده الثقه مره تانية قبل طبعا اللقاء المرتقب يمكن طبعا يوم الحد امام نادي الزمالك بنقول للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي مبروك بنقول للكابتن سامي أمصان طبعا الف مبروك والثقه اللي حطها مجلس الاداره وزياره الكابتن الخطيب للفريق وعادته مع الكابتن سامي ومع اللعيبه أكيد كمان كان ليها أثر كبير جدا جدا في هذا الفوز الكبير وإن شاء الله كل التوفيق في المرحلة اللي جاية المرحلة الصعبة اللي جاية عندنا مباراة أمام نادي الزمالك مباراة أكيد مهمة في مشوار الدوري مش هتحسم طبعا بطولة الدوري لكن مهمة في طبعا استعادة إن شاء الله اللقب واستعادة مقدمة الدوري